اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي والاهلي الليله. اولى فقراتنا الحواريه فقره مهمه جدا. فقره بتمثل ليا شخصيا كواحد من المنتمين للوسط الرياضي، تقدر تقول العمود الفقري، تقدر تقول الجندي المجهول، تقدر تقول الاساس في اي حاجه، تقدر تقول بعد مش مدينه الاهتمام الكبير رغم الفتره اللي فاتت دي في اهتمام اعلامي بشكل ملحوظ. الجزء اللي هنتكلم فيه في الرياضه بدون ما الرياضي واللاعب ولي الامر والاسره والناشئ يبقى عنده وعي بيه عمره ما يبقى رياضي، ولا عمره يمارس رياضه، ولا عمره يلعب رياضه. لان النهارده في رياضيين كتير جدا بيخش سوبر ماركت بيشتري شوكليت كده ولا بونبون ولا اي حاجه ومبسوط، العب، خش اعمل اختبار منشطات، وقعت في الحظ. عندك تعبان وبتاخد علاج بتتعالج من حاجه عندك، لكن مش تحت اشراف طب معين وما عندكش الثقافه دي، ممكن ما تكملش رياضه تانية طول حياتك وتتوقف، يبقى عندك فضيحه ومشكله كبيره جدا. عشان كده بنلقي الضوء النهارده على حوار مهم جدا، قصه المنشطات عايزين نفهمها، وقصه العرض المرضي، وقصص كتير جدا لازم تكون موجوده في ثقافتنا، ثقافه اولادنا والرياضيين والاسر. عشان كده النهارده معانا الدكتور اسامه غنيم الرئيس التنفيذي للمنظمه المصريه لمكافحه المنشطات. نورنا يا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اخبار حضرتك ايه؟ والله كله تمام. اخبار المنشطات على حسك ايه؟ لا مكافحه المنشطات مش المنشطات. لا ما انا قصدي طبعا كده. انا عارف. لا هي الاسم الدارج بتاعها المنشطات الحقيقه. يعني ومع ان كلمه منشطات دي في حد ذاتها مش صح، هي اسمها المواد المحظوره في عالم الرياضه، ما هياش المنشط، لان دائما وابدا كلمه منشط اللي هو بيزيد الايه الاداء الرياضي كويس. ولكن في ماده مثلا زي ماده اللازكس اللي هي بتنزل ميه ملهاش تاثير على زياده الاداء الرياضي، ولكنها داخله من ضمن المواد المحظوره عندنا في عالم الرياضه. جميل. لانها بتخفي هرمونات، وبالتالي احنا كلمه منشطات في حد ذاتها مش صح، ولكن هو الصح هو المواد المحظوره في عالم الرياضه، ولكن سيبنا نطلق عليها كلمه منشط. طيب هل في منشط او منشطات ممكن الرياضيين ياخدوها وامنه، ولا يبتعدوا عن هذه القصه؟ كلمه دام حضرتك قلت منشطات فيبقى غير مسموح بيها بالمره. ليه؟ لان بعض الاسئله تقول لك ايه، هل في منشط مسموح بيه ومنشط غير مسموح بيه؟ لا، ما دام كلمه منشط فهو غير مسموح بالمره، لكن في مواد طبيعيه مسموح بيها، عسل النحل، حبوب اللقاح، غذاء ملكات النحل، جنين القمح، الشوفان، الجينسينج، كل دي حاجات طبيعيه ومسموح بيها وملهاش اي اضرار، ولكن لها دور كبير جدا ولها تاثير كويس قوي على الرياضي. ودي للاسف الرياضيين المصريين ما بيحاولوش يقربوا منها، لان الكونسبت او الاعتقاد اللي موجود عند الرياضي المصري والمدرب ان انا لازم ادي مكمل غذائي. والمكمل الغذائي زي ما حضرتك عارف بيبقى ملوث بهرمون التستوستيرون، وبالتالي بتحلل الرياضي تطلع العينه ايجابيه وياخد ايقاف 4 سنين. وبيرجع طبعا الرياضي بيحلف ان هو ما خدش هرمون، هو فعلا ما خدش هرمون، ولكن اخذ مكمل غذائي زي ما حضرتك بتقول، تخش سوبر ماركت او تخش كذا، هي موجود في كل مكان العبوات دي. ياخدها وياخد منها الكميه اللي هو عاوزها كبروتين او امينو او كرياتين، ولكن في النهايه للاسف نصل الى النتيجه المفزعه اللي هي ايه؟ ان هو اخذ هرمون تستوستيرون وتم ايقافه 4 سنين. يعني اي رياضي يعتمد على التدريب الطبيعي فقط؟ اكيد اكيد، لان لا يمكن حيصل الى الشكل الهلامي بتاع كمال الاجسام ده بدون هرمون. ولكن التدريب، بص احنا في حته دائما كلنا بنفتقدها وهي الصبر. المدرب دايما عجول عايز باسرع ما يمكن يربي عضلات ويعلي قوه الرياضي، واخد بالك، ويزود الاحتراف اسرع. واللاعب نفس الحكايه، ما خد بالك طول ما بقيت انت النهارده في عالم الاحتراف، اصبح النهارده المال والاحتراف هم اللي بيحركوا كل حاجه. مزبوط. وبالتالي الرياضي النهارده محتاج ان هو باسرع ما يمكن عايز يعلى، فمحتاج ان هو ياخد منشطات. مع ان لما تيجي النهارده تشوف واحده زي شيرابوفا النهارده نمبر 1 في العالم، كانت لما اتجهت الى المنشطات ايه اللي حصل لها؟ رجعت لاخر الصف وبدات تاخد صف تاني من الاخر الى الاول. ولسه طبعا هي ما وصلتش للمرحله اللي كانت فيها قبل ايقافها. يعني برضه عدد من نجوم العالمين بيقعوا في نفس الغلطه. اكيد اكيد. الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات اللي هي اختصار كلمه وادا ما بتفرقش بين لا لاعب عالمي ولا لاعب مغمور، طبعا لا لاعب كبير ولا لاعب صغير، ولا لاعب في نادي كبير قوي اسمه كبير ولا لاعب في نادي صغير، ولا في دوله ودوله،
ولا سوي ولا معاق. الحقيقه الكل متساوي امام الدستور او القانون الدولي او الكود الدولي بتاع الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات. عندنا الدكتور راني علواني طبعا عضو في الوادي. طبعا طبعا فطبعا دي حاجه مهمه جدا وابتدى يبقى فيه اهتمام كبير جدا في الرياضه المصريه بالجزئيه دي. طيب انا النهارده كمشاهد قاعد قدام برنامج الاهلي الليله لما اجي اقول له المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات ايه دورها؟ اولا الدور المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات دورين، الدور الاول هو دور توعوي تعليمي تثقيفي، والدور الاخر هو دور رقابي. يعني الاول نشوف الحته التوعيه والتعليم والتثقيف. وجودي النهارده مع حضرتك هنا ده نوع من التوعيه، احنا بنوصل معلومه للرياضي وللمدرب والاهل الرياضي. تمام. خد بالك انا يهمني النهارده ان يبقى قاعد يتفرج علينا النهارده ولي امر لاعب، لانه هيبقى منزعج اكتر من ابنه فهيخاف عليه. لما نيجي النهارده نعرف مثلا في السباحه أولياء الأمور هي اللي بتدي المنشطات لأولادها. ليه؟ لأنه عايزه يكسب وبالتالي ياخد الحافز الرياضي عشان يخش الجامعة. الحقيقة الحتة دي يعني عملنا قلق غير عادي وابتدينا نتكلم مع أولياء الأمور وننزل لهم نقعد معاهم، ولكن برنامج زي برنامج حضرتك النهاردة بيتفرج عليه ملايين من الناس ومن ضمنهم أولياء أمور رياضيين، فممكن النهاردة المعلومة تصل له بشكل أو بآخر. زي ما حصل إنه ولية أمر كانت بتشوفني أحد البرامج التلفزيونية وسمعتني أنا بتكلم على الأنسولين راح متصلة بيا. معرفش جاب رقم تليفون منين، قالت لي انا ابني بياخد انسولين ورياضي واول مره اعرف ان الانسولين ممنوع وبالتالي لازم يتعمل له عذر مرضي. فاذا الجزء التعليمي والتثقيفي والتوعوي ده جزء كبير قوي بالنسبه لعملنا. كويس. الجزء الاخر هو الجزء الرقابي. احنا بنعتبر حراس العداله الرياضيه بالنسبه لمصر، وبالتالي لازم ان احنا نحافظ مهما وصلنا معلومات ومهما قلنا تثقيف وتوعيه برضه اللاعب هياخد، لكن لما تيجي عينه او اثنين او ثلاثه تبقى ايجابي الكل هيبدا يخاف طبعا ويمتنع عن تعاطي المنشطات. وخصوصا ان الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات ورانا باستمرار بتحاسبنا احنا كمنظمه مصريه، وبالتالي انا مطلوب مني ان النهارده احاسب كل الاتحادات وكل الهيئات الرياضيه الموجوده في مصر طبقا للكود الدولي، لان احنا ملتزمين بالكود الدولي. كويس. ابدا بقى واحده واحده. لو بيشوفنا ولي امر النهارده وحضرتك عايز تديله مجموعه من النصايح تقول له يعمل ايه مع ابنه اللي بيلعب رياضه؟ اول حاجه الابتعاد تماما عن المكملات الغذائيه. المكمل الغذائي النهارده هو صداع في راس المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات وفي راس الرياضي المصري. المكمل الغذائي مصنع في مصنع محترم جدا في امريكا، ولكن له مشكلته اثناء تخزينه داخل الجسم على الكبد وعلى القلب، اثناء خروجه على الكلى. مصنع بشكل نظيف قوي ولكن تم تلويثه بهرمون تستوستيرون، لانك مهما اعطيت بروتين او امينو او كرياتين للرياضي مش هيديله العضله اللي هو عايزها زي ما بيشوفها في الجيم او النادي الصحي، فبالتالي بيتم تلويثه وما بيتكتبش على الليبل او الغلاف من بره ان ده تم ايه وضع طبعا هرمون تستوستيرون. النوع الثالث وده اللي بيتعمل تحت السلم زي ما حصل في شهر نوفمبر السنه اللي فاتت لما المباحث مسكت مصنع كامل بيحط بودر السيراميك، دي ازمه بقى كبيره، دي ده وضع تاني، ده دمار للصحه بالظبط كده. لا وهو نفس الامينو لو ما بيبقى فيه هرمون تستوستيرون نهايته بيؤدي الى عقم وبيؤدي الى عجز جنسي ويؤدي الى سرطان، فبرضه ده دمار الصحه. فدي اول حاجه الطبيعي اللي متصنع في امريكا في امريكا، والاف دي اي هي اللي بعت هذا الكلام وقالت للوكاله الدوليه ان في 16% من العبوات اللي موجوده في العالم فيها هرمون. حضرتك تضمن منين ان العبوه دي بره 16%؟ ما تضمنهاش. حاليا دلوقتي عدد كبير جدا من الحالات اللي موجوده عندنا طلعت ايجابي بهرمون التستوستيرون كلها لما تسال اللاعب يقول لك انا كنت باخد الماده الفلانيه، اسمه مكمل غذائي واصبح منتشر بين الرياضيين المصريين. تقدر تقول نسبه عن الرياضيين المصريين وجود منشطات فيها من غير ما نذكر اي حاجه؟ نقول نسبه؟ لا احنا عندنا 17 واحد خدناهم من 1000 يعملوا قد ايه؟ يعملوا حوالي 1.7. هي دي النسبه الموجوده حاليا في 2018. قلت وحاجه كويسه. طبعا حاجه كويسه، قلت كتير قوي، كتير كتير. وبعدين في نفس الوقت احنا نشاطنا بقى ملحوظ النهارده وتواجدنا النهارده في مسابقات كتيره جدا، ممكن تبص تلاقي ان السكور شيت اتغير واحنا واقفين. يعني بمجرد ان تظهر التيشيرتات مكتوب عليها المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات تبص تلاقي السكور شيت على طول يقول لك اصل ده جاله اسهال وهرب، ده اصل ده عيان، ده جاله لوز، ده جه سخن. فيبدا بقى كل اللي عامل حسابه. خطيره جدا جدا. ليه بقى؟ جداً. لان ده كده معناه ان اللاعب اللي واخد منشط واخد بعلم الاداره بتاعته او الجهاز بتاعه. لا ممكن برضه عشان ما نظلمش واخد بالك واضحه يعني. لا معلش هو بيجي يقول ايه؟ انا تعبت. انا ولا اللاعب نفسه اللي بيقول للجهاز كده؟ اللاعب بيقول واخد بال حضرتك؟ في الحاله دي هو بيهرب. اولياء الامور بقى للولاد اللي تحتيهم بيعملوا ايه؟ بيجوا كلهم يشكرونا. قال لك انتوا فتحتوا لنا الباب ان اولادنا تبدا ترتقي وتاخد ميداليات وتاخد مراكز اماميه، لان قبل كده ما كانوش بيقدروا يتساووا مع اللاعب المتنشط. طبعا طبعا. فالحقيقه دي حقيقه.
يعني لعبة زي السباحة مثلا نسبة كبيرة جدا من الرياضيين فيها كل واحد بيقول ان ده واخد منشطات وده واخد منشطات وده واخد منشطات. ليه؟ لان عملية الاعياء اللي بتحصل للرياضي بعد ما بيطلع من حمام السباحة واحد بيتمرن من 5 الصبح ل 7 بالليل ما بياكلش ما بيشربش لازم يجيله اعياء. فوليه امر اللاعب الاخر يقول لك ده اخر منشط. احنا خدنا 125 عينه في السباحه طلعت فيهم عينه واحده ايجابي. اذا الكلام اللي هو داير بين الاهالي طلع مش صح. طبعا احنا متواجدين وفي كل الالعاب. وبرضه عشان عايز اقول لحضرتك ان الولاد اللي بتهرب في السكور شيت في لعبه ما ده ما بيهربش مننا لان بيهرب مؤقتا بس لا هو احنا بنروح نجيبه بحته حاجه ثانيه لان احنا عندنا حاجه اسمها لجنه التقصي او لجنه التحريات وعن طريقها بنقدر نعرف دول متجمعين فين او معسكراتهم فين او عناوين البيت نفسه فين وبنروح ناخد منه عينه تاني واذا كان هو كان متنشط فبتطلع عينته ايجابي بيبان طبعا لان في عندنا مواد محظوره بتقعد في الجسم 9 شهور وفي مواد بتقعد 5 ايام فانت عندك من 5 ايام ل 9 شهور فبيبان بعد في وسط الكلام والرؤيه المتغيره اللي حضرتك بتتكلم فيها وحاجه مميزه جدا لكن انا من 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 صميم عملي ومن شغلي انا بقول لحضرتك على الهوا اهو ان في عدد كتير جدا من لعيبه كره القدم اللي في من غير ما تقول اسم الماده لا ما انا هقول في القسم الثاني وفي القسم الثالث وفي القسم الاول بياخدوا ترامادول والترامادول ده محظور جنائيا ولكن طبيا مش محظور لكن تبع الواده مش محظور ما هو ده اللي انا بتكلم فيه دي السنه الخامسه على التوالي احنا بنحاول مع الوكاله الدوليه ان احنا ندرجه في قائمه المحظورات ولكن كان الحقيقه الرد بيجي لنا واحد هذه المادة بين كيلر ده قاتل للألم في حالات السرطان فإذا كنت أنت بتسيء استخدامه كدولة ده شيء يرجع أنت لك للغلط فيه ولكن في العالم كله يعني مثلا إحنا لما اتصلنا بمعمل سولت ليك في أمريكا واخد 20 ألف عينة في سنة 2016 عنده 8 حالات فيها ترامادول وبالتالي ما أصبحتش بالنسبة له رقم بالنسبة لنا إحنا في رقم بس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة هو الرقم الحقيقي إحنا مش هنقدر نوصل له ليه؟ لأن إحنا ما فيش تحت إيدينا اي وثائق او اي تحليلات تقول كم واحد من الرياضيين يعني حضرتك وانت بتحلل الرياضيين لا ما اقدرش ما يطلعش عندي ترامادول يعني لو لاعب بياخد ترامادول ما يطلعش عندك ما يطلعش طب كل الناس اللي بتسمعنا تقول لك هنفضل ناخد بقى لا ما هي هنا بترجع لمين بقى لغايه لما يدرك أي. طب ليه ما يبقاش في اليه مثلا حتى لو مش بيتجرم يبقى انا بعمل عليه اكس انت عندك حاجه كذا لازم تبطلها من باب النصيحه هقول لك على حاجه أنا اتكلمت مع عدد من المديرين الفنيين في بعض الأندية. قلت له أنت تعلم مين هم الرياضيين اللي بياخدوا ترامادول؟ قال لي أه. قلت له إيه الدور التربوي اللي أنت اتخذته معاه؟ قال لي ولا حاجة. طبعًا. مع إنه هو كان المفروض إن أول واحد يتخذ قرار تربوي هو المدير الفني، وخصوصًا إن في واحد من المدربين الكبار قوي أو المديرين الفنيين الكبار اللي كان مدير فني لفرقتين كبار في مصر في سنة ما اللي فاتوا دولت وقال أنا عارف مين ومين ومين ومين، ما كانش صح إن هو يطلع في الإعلام يقول هذا الكلام، لأنك أنت ما أخذتش أي قرار معاه. كويس. ده موقفه هو السلبي انما هو لما طلع قاله كده ايه اللي اتغير مفيش حاجه اتغيرت مفيش حاجه اتغيرت لان هو ما قالش اسماء والترامادول موجود في كل حته وبالتالي لازم موقف ولازم لان طبعا الواده شايفه ان دي حاله خاصه وبيستغربوا على الحاجات اللي عندنا بالزبط. احنا لان احنا بنبتكر حاجات بالزبط. سلبيات بالزبط. بشكل يعني مش قادر اقول على بشع جدا وبالتالي صحه اولادنا في خطر لانهم مش واعيين بده وفاكرين ان طب انا بس اعرف من حضرتك ودي برضو تبقى رساله مننا للبعض اللي مش هيبطل ده غير لما يتجرم او يتعاقب. اقول لحضرتك الترامادول مشاكله ايه؟ للي بياخده هيعمل فيه ايه؟ اول حاجه الادمان. اولا الترامادول ده من عائله الافيونيات. يعني بيشتغل على نفس المستقبلات بتاعه الهيروين، يعني لو فرض النهارده انا باخد ترامادول وحبيت ان انا ابطله وبما ان انا وصلت الى مرحله الادمان هخش في مراحل الانسحاب يبقى لازم استخدم هيروين. وبالتالي انا لازم ابدا اقول للاعب او الانسان اللي بيتعامل مع ترامادول انت اولا بقيت مدمن. الحاجة الثانية انه بيؤدي الى سرطان في النهاية الى تدمير لخلايا المخ يعني ما هو النهاردة يبقى انا عارف ان انا هبقى اخش ادمان وهيحصل لي تدمير لخلايا المخ وهيحصل لي سرطانات واخد كل هذا الكلام يبقى انا انسان ما بفكرش هتقول لي حضرتك طب الحل ايه الحل قبل كده احنا اتكلمنا مع الاندية ان هي تبدأ تجيب الشرايط اللي موجودة في الصيدليات اللي هي للكشف السريع على المخدرات والترامادول وتبدأ تعمل تحليل عن طريق الاطباء الفرع الموجودة عندها حضرتك هتقولي طب انتوا ليه ما تعملوش انتوا الكلام ده انا ما اقدرش اعمل هذا الكلام مش طلعوا من ميزانيتك لانه لا 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 مش الميزانية دي ملهاش علاقة بالميزانية ده هيبقى خارج عن عملي وبالتالي ما اقدرش اعمله مظبوط لكن انا مش مدرج عندك لو فعلا الحاله دي انا بوجه نصيحه للانديه خلوا الاطباء الموجودين عندكم يجيب بس اللي انا بقوله لحضرتك ان الانديه مش تعمل كده
لان سبق ان احنا اتكلمنا في الموضوع ده اكتر من 3 سنين قبل كده واثرنا هذا الموضوع. اهو برضو النادي اللي عنده حاله زي كده يقول لك ما هو ده بيكسبني، هي دي بينزل يجري بس كده خلاص وخلاص، وبعدين القصيدة. هو يبقى يحاسب على نفسه وان حصل له حاجه بعد كده يبقى انا اشيله من القايمه لا بتاعتش. وهيبقى بره عندي بالظبط كده. هي لكن ده موضوع خطير جدا جدا جدا, جداً. وفي عدم تكافؤ في الدوري بين بعض الفرق والفرق بتنزل في لعيبه بعينها خلاص. بس انا عايز اقول لك على حاجه، هو هنا ما بيزودش الاداء، الترامادول ما بيزودش اداء تحمل ولا التحمل، هو بيقلل الشعور بالتعب، بيحسسكش بتعب. ولذلك مثلا السواقين بتاخده بس السواق مش عايز يزود اداءه، ولكن هو مش عايز يحس بتعب. الراجل اللي بيشتغل شغلانه صعبه جدا انه يطلع حاجات فوق وينزل ويطلع وينزل، مش عايز يحس بتعب فبياخد ترامادول. الحقيقه هو احنا بنقول الاداره العامه للمخدرات قايمه بواجبها، بس برضه موجود. ما هو اما يبقى حاجه يعني محرمه جنائيا ده الجدول الاول مخدرات وطبيا في الملاعب الرياضيه مسموح بيها، احنا طب ايه دور المنظمه المسلمه لمكافحه المنشطات في ده في مصر؟ اذا كان الوادة من حقها تقول لك ده مش عندي، فاحنا بقى وحضراتكم وعندكم القصه دي تعملوا ايه؟ انا بقول لحضرتك الحل الوحيد ان انا بقول للانديه ابدا من بكره الصبح انزل هات الشرايط ومتوفره في الصيدليات وهات الفريق بتاعك كله وحلله، واللي يطلع واخد ترامادول طلعه بره. بس هل الكلام ده هيتم؟ حضراتكم انتوا ما اقدرش اوقفه. لا انا بتكلم في مصر، عندك رياضه في مصر وعارف ان ده خطر وعارف ان الرياضيين بياخدوه، الواده مش هتتكلم لان ده على مستوى العالم مش شاغلها. بالظبط. احنا دورنا ايه كمنظمه؟ هعرف اجابتك لكن بعد الفاصل، نطلع فاصل ونرجع نتكلم تاني. الموضوع خطير جدا، الترامادول محرم جنائيا، حرام جنائيا، وفي الملاعب حلال جداً.